شو مصير فلسطينية 48 وأهل الضفة وغزة مع تصاعد العدوان الإسرائيلي، وشو احتمالات دخول حزب الله على خط الصراع بعد الصواريخ اللي أطلقت من الجنوب؟ هل المعركة بإسرائيل رح تشكل نقطة تحول بالمعادلة الإقليمية؟ كيف رح تتأثر المحادثات الأمريكية الإيرانية؟ وشو جدية التقارب الخليجي السوري؟ هل التغييرات الإقليمية رح تصب لمصلحة لبنان الغرقان بأزمة سياسية؟ أو ممكن يكون كبش محرق التوازنات جديدة؟ تسوية أم حرب؟ عنوان حلقة 2030 مع ألبير كوستانيون. وضيوف الحلقة الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية والوزير السابق مصطفى البرغوثي، مدير مركز عصام فارس بالجامعة الأمريكية ببيروت جوزيف بحوط، رئيس تحرير موقع بوست 180 حسين أيوب، أستاذ العلاقات الدولية الكاتب وليد شرارة، ومداخلة مع سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف. 2030 2 10 لـ 3 المساء على الـ LBCI.